أيها الحظ الكريم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، التواصل يستمر من هنا من ميدان الأحباب، من جم الذهب، ميدان الرموز. هذا هو الميدان الكبير العريق، ميدان الذي أيضا ثبت جدارته في الميادين وفي المحافل وفي المهرجانات. طيب نذهب مع الشوط السابع وخصص لفئة الأبكار، نذهب أيضا مع المركز الأول وفزع سلطان بن طالب المبارك بالقوبع، هو من يتقدم بالمركز الأول. المركز الثاني فهنا سيد سعيد بن راشد بن مرخان، والمركز الثالث أشوف المركز الثالث في الوصول من غزوة علي بن راشد بالضبيعة، والمركز الرابع حشيمة راهد بن سعيد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. يا سلام يا سلام يا بن طارش، يا سلام يا أبو طارش، روح ركز بس، ركز 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 مع فزعة إلى ناموس هذا الشوط. المركز الثاني فالوصول من سيدة سعيد بن راشد بن مرخان، والمركز الثالث فالوصول أيضا من تنفيذ محمد بن عتيج المقعودي. شل سامي يا أبو تسيب، شل أسامي الجميلة يا أبو مايد، إلا تنفيذ إلا تصريح، إلا الأسامي الجميلة جايب لنا 2015. نذهب مع فزعة بن طارش إلى الأمام، تتحرك سلطان بن طالب القوبع، هو من يقدم لنا فزعة. المركز الثاني سيدة سعيد بن راشد بن مرخان، والتنفيذ غادمة، تنفيذ أيضا، تنفذ الأوامر الصادرة من مايد بن محمد بن عتيج المقعودي، ولكن المقدمة فزعة، المقدمة والناموس، الناموس إلى هالند الحمر، الناموس إلى هالند الحمر. نهني سلطان بن طالب المبارك بالقوبع المنصوري، نهني على فوز فزعة بالمركز الأول. المركز الثاني تنفيذ مايد بن محمد عتيج المقعودي، المركز الثالث سيدة سعيد بن راهد بن مرخان. دقيقتين و14 ثانية التوقيت الزمني.